السلام عليكم. ده هو أول تحدي بعد العودة. طيب دلوقتي معانا ايه بقيت؟ هنعمل تحدي هزة فزة. تحدي الأوامر. ألعب وبعد الضرب اهل هبدأ بتحدي الاوامر، والتحدي اللي انا امره بامر وهو ينفذه. و العب اول امر هو اللي انت تطلع فوق الترابيزه دي وترقص. نعملها دلوقتي حالا. يلا بص على اغبى واحد في العالم هو يرقص. يا جماعه واقف فوق الترابيزه ودلوقتي هيبدأ يرقص. انزل تحت احسن. وهيبدأ يرقص الرقاصة. يلا بقول لك ابدأ. و الرقص بدأ. شاطر لكم اشتغل رقاصة. وبعد ما خلصنا من شغل الأصيل هو يبدأ يقول أمر. أمري إن أنت تطلع فوق الترابيزة وتقول أنا ممنون، أنا عبيط وعندي، أنا عندي كهربا صحيحة في دماغي، هتودي هنعمل مستشفى مجانين. إيه ده يا ابني؟ ما الناس كلها عارفة، ما الناس كلها عارفة. يلا ميلا. انا مجنون. طبعا بعد الجنون طبعا العيلة كلها زعقت. استنى ما قدرتش هنا ورايح حازم سر اتفضح. صح طبعا اكيد. ده سمعت الكوكب اللي جنبنا كوكب المريخ وعطارد. طبعا العيلة زعلت فما قدرتش اقول الا قدرتش اقول انا الكهرباء عندي زعلت. ما قدرتش اكمل. فابدا انا امر وافكر في الامر وارجع لكم. التحدي هو اللي هو يتصل برقم الاسعاف ويقول لهم عاملين ايه يا كلاب. لا مش للدرجات دي يعني. برا عني. قلت لك قوم صرخ مش هتصرف الاسعاف يعني. صرخ. انا سمعت كوكب الارض اللي جنبي. طب تصلي كده. ثواني لما يجي اتصل ارجع لكم. طبعا ما ينفعش نرفع المايك عشان طبعا ممكن يتصل بالبوليس و عشان الأصوات عبان والتصوير بالبوليس ممكن تحصل مشاكل. ف أحسن لنا نوطي مايك أحسن. ف اتصل دلوقتي. ألو معايا أصحاب الكلاب. إيه ده بتمثل؟ إيه ده؟ مش فاتحه. مش فاضحة يا جماعة. طالع بيمثل وهو بعد العلقة مش بيحس وحمور. ف طلعت من العلقة سليم عشان ما حمور وجحش وبقرة وجزمة. طب انا عارف. طيب دلوقتي فاديله امر غير. لو قلت لي قوم البس ارقص بلاش دلوقتي هقوم ارقص. الحس البلاط. اعملها لك دلوقتي. يا جماعة التحدي هيبدأ وحقيقة هيلحس. واحد عشان خاطر المحمدية. ثلاثة الحس. وريهم تاني عشان
بصوا الميه طبعا كده يفوز طبعا ما يكسبنيش يعني مفيش اصلا ان حد بيكسب حد ف يلا الامر بقى طبعا دلوقتي هو اللي هيديه الارض طبعا شفت ازاي بيلحس الارض بصوا هو كده كده اعفى الانسان في العالم فمش مهم يلا يجي الامر بتاعك اهو تقرا التيشيرت قدام الكاميرا وتقول ترقص بلاهي بعدين تقطع الكلمه يا جماعة طبعا ما ينفعش اتفضح قدام الكاميرا ف طبعا ما فيش اصلا امر اسمه كده ف عايزين امر تاني اللي عايزه التاني تقوم كده ترقص لي باليه الحس لك معظم اكتر من انت اللي حسته في الارض ولا ارقص باليه اللي انت عايزه أرز بلية ماشي ماشي يلا بينا يلا بينا 1 2 3 دي طبعا الحركة السرية الجديدة بتاعتنا ثواني بس هي دي الحركة السرية الجديدة بتاعتنا هما بيه كده يحصل سيحة طبعا دلوقتي هرقص بلية طبعا برقص اصلا بالبريد اتخبطت يلا بس اوما حافظ رقم الاسعاف على انت امت بص يا ابني احاول اهو انت امت انت امت انتماء للشرطه رجلي يلا بينا الحركة السحرية بي دلوقتي انا اللي هأمر عاملين ايه؟ اشتركوا في قناة هاكر جيمر قناتي قناته معفنة انا عارف والله انا معفنة قناته اعفن قناة في كوكب الارض ف يلا بينا هقول ايه ده بس يلا بينا اقول اعمل ايه اتحدث لا دي بلاش اتحدث كده كده هدوم قدام الكاميرا هاي لا تيشرت قدام الكاميرا ويقعد يرقص هو ده اعملها واعمل امها واعمل ابوها واعمل عيلتها هموت عيلة الأدب طيب انا ماليش دعوة يلا احسن بقى طيب هيقلع هدومه ويرقص يلا بينا دلوقتي قلع هدومه وهيرقص استنى هيطلع دلوقتي فوق الترابيزة ارقص عدل يلا ابدا ارقص عدل ارقص عدل يا جماعة مش عارف يرقص قلت له خلاص مش عارف يرقص ف طبعا خلص الامر و طيب دلوقتي نجم اللبس و هو يا مان و والامر قول امسكها كسفة دلوقتي هيقوم يرقص رقص شعبي واحسن رقص عندي
طلعت قميص طلعتنا قميص ام قريب حال. يلا بينا ابدأ.